القصر، قصر المنتجات، قصر المنتجات، قصر المنتجات. القصر، قصر المنتجات، قصر المنتجات. نستنى كده شوية، أنا النهاردة جايبة منتج هتخلي كل واحدة فينا حبيبها يقول لها بحبك. أنا مش قادر أستغنى عنك. ونشوف دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا روان معاكم. إن فعلا يعني زي المقدمة اللي قدمتها لكم كده، إن أنا فعلا محتاجة المنتج ده جدا علشان يرجعني لشبابي، عشان يرجعني لحيويتي، علشان يخليني بنوتة صغيرة، اللي هو الرول المدلك للوجه. طبعا اي بنت علشان ترجع فعلا بنوتة صغيرة، هي محتاجة تظبط وشها، محتاجة تشيل الهالات السوداء اللي موجودة عندها تحت العين، محتاجة تجدد البشرة بإنتاج الكولاجين من جديد. هو ده اللي بيعمله الرول المدلك للوجه. نشرح الاول الرول المدلك للوجه بيكون ايه، يعني بيكون القطع اللي فيه ايه. هو اولا بيكون مغطى طبقة من الكوارتز الوردي، لونه وردي، بيكون كمان مصنوع من البلاستيك المقوى والمعدن، طبعا مقوى علشان وانا بستخدمه ما يجرلوش حاجة وانا بستخدمه، كمان من المعدن المقوى او المعدن الغير قابل للخدش او الصدى تماما، لانه بيتعامل مع البشرة فما ينفعش ان يحصل فيه صدى او خدش. لا، كمان بيكون بقى فيه قطعتين. الميزة المهمة اللي فيه او الحاجة المهمة اللي فيه اللي انا عايز اتكلم فيه او اللي انا عايز اتكلم فيها، ان هو بيكون مزود بقطعتين. في قطعة علشان دي قطعة اسطوانية بتكون للوجه، دي بتعمل اهتزاز بسيط، بتنشط الدورة الدموية في البشرة وبتنتج الكولاجين. الكولاجين دوت اللي هو بيعمل على نضارة البشرة. القطعة التانية دي بستخدمها تحت العين، بستخدمها كده تحت العين علشان تقلل الانتفاخ تحت العين والهالات السوداء، طالما طبعا في تجاعيد، طالما في يعني انتاج للكولاجين بيكون ده بسيط، فاكيد في هالات سوداء. فانا بستخدم القطعة التانية دي علشان تقلل من الانتفاخ الموجود تحت العين وكمان الهالات السوداء اللي موجودة تحت العين. في بقى حاجة يعني بقولها علشان اقدر استخدم الرول المدلك للوجه بصورة يعني كويسة اكتر، بصورة مفيدة اكتر، ان انا بحطه في التلاجة، ان انا ابرده قبل ما انا استخدمه، وكمان ان انا استخدمه مع كريمات المضادة للتجاعيد، كمان استخدمه بصورة بسيطة، بصورة ضعيفة، ان انا ما تقلش على ايدي وانا بستخدمه. هو بس هو يعني الرول المدلك للوجه بيشتغل بالاهتزاز، فانا يعني بكون يعني رقيقة وانا بستخدمه، انه بيعتمد على حجر الكوارتز الطبيعي. كمان هو كمان يعني اخر حاجة بقولها، ان هو بيشتغل بالبطارية، بيكون معايا او بيكون ان انا احط فيه بطارية واحدة مش اكتر. في النهاية بعد الشرح دوت، اللي حابة تسأل على حاجة انا ما وضحتهاش في الشرح ممكن بتسيب لي تعليق. اللي حابة تعرف الساعة بتلاقيه موجود في الوصف. كمان بقى انا عايزة اشوف شرح المنتج دوت او اهمية المنتج ده عندكم، واشوف كده لايكات كتير للفيديو اللي هينزل دلوقتي. وكمان اللي حابة تتصل بينا علشان تعرف او تتصل بينا علشان تطلب الرول، بتتصل بينا على 011-24-24-3700، ولو كان من خارج مصر بيكون 002-011-24-24-3700. وان شاء الله نشوفكم المرة الجاية. مع السلامة. القصر، قصر المنتجات، قصر المنتجات، قصر المنتجات. القصر، قصر المنتجات، قصر المنتجات.